نستطيع القول أن العلاقات العامة والإعلام هي توظيف للمعلومة والوصول إلى التأثير. توظيف المعلومة هي مهمة الإعلام، والوصول إلى التأثير هي مهمة العلاقات العامة. سيتم تشغيل الاستديو من خلال 4 إدارات: إدارة الدعوة والإرشاد، إدارة المسلم الجديد، إدارة الجاليات، وإدارة الموارد المالية. من خلال العمل مع الإخوة في إدارة الدعوة والإرشاد، نطمح أن نصدر مواداً إعلامية منافسة يمكنها أن تصحح مفهوماً خاطئاً، أو أن تعزز سلوكاً إيجابياً، أو أن تدحر فكراً مدمراً. وبتعاوننا مع إدارة المسلم الجديد، نتمنى أن نوفق في تقديم الإسلام بصورته الصحيحة السمحة. تصحيح السلوك والمفاهيم الخاطئة لدى الجاليات هي مواد إعلامية سيتم إصدارها بالتعاون مع إدارة الجاليات، وبالشراكة مع الإخوة في إدارة الموارد المالية سنعمل جاهدين على إصدار مواد إعلامية تمكنهم من عرض مشاريع المكتب على الشرائح المستهدفة لتحقيق الاستدامة المالية.